بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أهلا بيكم في القناة الطبية. النهاردة مع فيديو جديد عن دواء جديد. الدواء بتاع النهاردة اسمه زيماكس. زيماكس كبسولات، دواء شرب مضاد حيوي واسع المجال. المادة الفعالة في زيماكس هي أزيثروميسين، ينتمي لمجموعة الماكرولايد، يصاب بالتصنيع البروتينات في البكتيريا والجراثيم مما يجعل نمو البكتيريا منعدم وتكاثرها منعدم. فهذا الدواء اللي هو زيماكس يؤدي الى قتل البكتيريا وعدم نموها. تأثيره يظهر سريعا فور استخدامه، ويستخدم لعلاج نزلات الشعبية الحادة والالتهاب الرئوي، التهاب البلعوم، التهاب الجيوب الأنفية. دواعي استعمال زيماكس. أول حاجة هنتكلم عليها دواعي استعمال زيماكس. رقم واحد، يستعمل في علاج التهاب الأذن الوسطى. رقم اتنين، يستعمل في علاج النزلات الشعبية الحادة. رقم تلاتة، يستعمل زيماكس في علاج الالتهاب الرئوي. رقم أربعة، يستعمل زيماكس في علاج التهاب البلعوم. رقم خمسة، يستعمل زيماكس في علاج التهاب الجيوب الأنفية. رقم ستة، يستعمل زيماكس في علاج العدوى الناتجة عن الاتصال الجنسي. رقم سبعة، يستعمل زيماكس في علاج التهاب اللوز وجميع أنواع عدوى الأذن. رقم تمانية، يستعمل زيماكس في علاج عدوى الصدر والأنف. رقم ثمانية، يستعمل زيماكس في علاج عدوى الجلد والنسيج الرخوي. رقم تسعة، يستعمل في علاج الدمامل والخراريج. طب ايه هي الجرعة وايه هي طريقة الاستعمال لدواء زيماكس؟ الجرعة المعتادة للبالغين 500 ميلي جرام مرة واحدة في اليوم لمدة 3 ايام، وطبعا لازم يكون تحت اشراف الطبيب. الجرعة المعتادة للاطفال 10 ملي جرام لكل 1 كيلو جرام من وزن الطفل. يعني لو طفل وزنه 10 كيلو جرام يبقى 10 في 10 ب100، يبقى ياخد ايه 100 ملي جرام جرعة واحدة في اليوم لمدة 3 ايام. يلزم استشارة الطبيب لتحديد الجرعة. الاثار الجانبية لزيماكس، زي ما قلنا دواء زيماكس مضاد حيوي، ومنه كبسولات ومنه دواء شرب. نتيجة تناوله قد يحدث أحيانا صعوبة في التنفس، ألم في الصدر، تورم في جفن العين والشفاه، دوخة وصداع، حكة وطفح جلدي، إسهال شديد، انخفاض في ضغط الدم، زيادة ضربات القلب، نقص كرات الدم البيضاء، التهاب البنكرياس والكلى، سوء الهضم وفقدان الشهية، عدم وضوح الرؤية. طيب ايه هي معانا استعمال دواء زيماكس مضاد حيوي كبسولات ودواء شرب؟ رقم واحد، في الموانع يمنع تناوله للاشخاص اللي لديهم حساسية زائدة من مكونات زيماكس. رقم اتنين، يمنع تناوله للمرضى الذين يعانون من الاسهال الشديد. رقم ثلاثة، يمنع تناوله للأشخاص المصابين بكسور في وظائف الكبد. رقم أربعة، يمنع تناوله للأشخاص المصابين بكسور في وظائف الكلى. رقم خمسة، يمنع تناوله لمرضى القلب. بالنسبة للأم الحامل والأم المرضى، لا يمكن استعمال زيماكس معهم، لأنه قد يحدث تشوهات في الجنين وقد يحدث مشاكل صحية عند الطفل الرضيع. لذلك الأفضل عدم استخدامه. وإذا اضطرت الأم الحامل أو المرضى لاستخدامه، فيجب أن يكون تحت أشراف الطبيب المعالج وتحت مسؤولياته. في نهاية الفيديو أرجو أن أنتم تكونوا قد استفدتم، وأرجو أن أنتم ما تنسوش الاشتراك في القناة وضغط لايك وتفعيل الجرس. وأي سؤال عند حضراتكم اكتبوه في التعليقات أسفل الفيديو وإن شاء الله نجاوب عليه. شكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.